جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقولنا الأخوات من اليمن عند حدوث الأمطار تحدث الصواعق بإذن الله ويتوفى بعض الأشخاص، وهنا يقولون إن هذا بسبب الشياطين، ذلك أنها تختبئ في جانب الإنسان فتضرب الصاعقة بإذن الله فيهرب الشيطان وتصيب الشخص، فهل هذا صحيح؟ وما هي الأذكار التي تنصحوننا بقولها عند حدوث ذلك؟ جزاكم الله خيرا. هذا الكلام غير صحيح، الصواعق تصيب من شاء الله إصابته فيموت بالصعق، والله جل وعلا يقول يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، فإصابة الصواعق بإذن الله عز وجل يصعق الإنسان بالصاعقة فيموت، هذه إصابة بسبب وهو ضرب الصاعقة له، وليس هذا للجن دخل في ذلك. وعلى الإنسان إذا رأى أو سمع هذه الصواعق أن يدعو الله عز وجل بالسلامة وأن يكفيه شرها وأن يقيه منها. نعم.